السلام عليكم واهلا وسهلا بكم ضمن اخر عرض اخباري لنهار اليوم مباشره من القناه الثانيه بمراكش. تراست اليوم صاحبه السمو الملكي الأميرة للا مريم رئيسة المرصدية الوطنية لحقوق الطفل حفل اختتام الدورة 16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، والذي يتزامن مع تخليد الذكرى 30 لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. الحفل عرف توقيع عدة اتفاقيات تهم تعزيز حقوق الطفل المغربي. الروبورتاج لحسن هوبان وعادل بوزكري. اعتراف دولي أممي بالجهود الكبيرة التي تبذلها صاحبة سمو الملكي الأميرة للا مريم في رعاية حقوق الطفولة عبر أرجاء العالم. منحتها المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف اليوم في اختتام الدورة 16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل لقب بطلة الأجيال. بطلة الأجيال ماذا يعني هذا؟ هو بطلة الأجيال هذا يعتني بكل أطفال وشباب العالم، من التمدرس إلى التعليم العالي إلى الولوج إلى العمل، وكذلك لخلق مقاولات. منظمة اليونيسف قررت منح صاحبة سمو الملكي الأميرة للا مريم لقب بطلة الأجيال تتويجا لكل ما تقوم به من مجهودات لرعاية الطفولة. وفي آخر أيام المؤتمر 16 لحقوق الطفل هنا بمدينة مراكش، وقع المرصد الوطني لحقوق الطفل كذلك اتفاقيات عدة مع وزراء ومسؤولين في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والاقتصاد والمالية، وكذلك في الجانب القضائي والقانوني. ترم هذه الاتفاقيات تعزيز حماية حقوق الطفولة المغربية. هذا الحفل كان مناسبة لانخراط عدد كبير من الوزراء والمسؤولين في تبني خريطة طريق في مجالات الصحة والتربية والقضاء مع تركيز على العالم القروي. هذه الاتفاقيات غادا تزيد بالطفل القدام وتحس الوضعية ديالهم، خاصة الأطفال في وضعية هشة والأطفال اللي هم في البوادي. في 24 من شهر نوفمبر من العام الماضي أطلقت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم الحملة الإفريقية من أجل مدن إفريقية بدون أطفال في وضعية الشارع. اليوم تلقى أمين منظمة المدن والحكومة الإفريقية الخطط العملية التي تهدف إلى إدراج قضية الطفولة في السياسات والحكامة والمخططات التنموية بإفريقيا. أروقة تحسيسية للمؤسسات الوطنية الفاعلة والوزارات المعنية بما فيها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة والنيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الصحة والمديرية أو المندوبية السامية للتخطيط، علاوة على هيئات ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة. أروقة كما قلنا تحسيسية تنظم بمدينة مراكش للتعريف بالجهود المبذولة للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات. روبورتاج محمد شحيمة والتحرير لنادي اليوبي. بخطى متثاقلة تجر جسدا مثخنا بآلام التعنيف، هذه السيدة قررت أخيرا أن تنيخ مطايا آلامها بباب خلية استقبال النساء ضحايا العنف هنا بولاية الأمن بمراكش. على الأمر يثني زوجها عن يوميات التعذيب التي تعيشها. اليوم جيت باش ندير حد لهذه المهزلة اللي كيدير لي ديما وكيعنفني وكي
المهم ما كيخلي فيا حتى شي بلاصه ما ضربنيش فيها. تتعمل الخليه على استقبال الضحيه والاستماع اليها في محضر قانوني حول العنف الذي تعرضت له، سواء كان من طرف الزوج او من طرف اي شخص اخر، كما تقوم بتقديم الدعم النفسي لها. هنا بهذه القريه حيث تنظم الايام التحسيسيه لمناهضه العنف ضد النساء والفتيات، تعلو اصوات مكتومه لنساء يتجرعن مراره العنف الجسدي والنفسي والجنسي ايضا. جئنا بحثا عن النصيحه. استوقفني هذا الرواق ديال الامن الوطني، وحبيت انني نستطلع منهم على المراه المعنفه الى بتجه لاي بلاصه خاصها تتوجه. كاينين على مستوى الدوائر الامنيه، بمعنى ان السيده ضحيه العنف ممكن انها تلتجأ مباشره الى مصلحه الولائيه للشرطه القضائيه او الى الدائره الامنيه اللي اقرب لها، او يمكن لها توجه للنيابه العامه لتسجيل الشكايه ديالها في موضوع العنف. وفي المغرب، وبعد انتشال جثتين من طرف بحارة الصيد التقليدي بميناء سيدي إفني، لا يزال البحث جاريا عن 10 مفقودين كانوا على متن مركب للصيد الساحلي فقد أثره منذ يوم أمس بعرض البحر بين سواحل طنطان وسيدي إفني، والضباب وسوء الأحوال الجوية يصعبان مهام البحث عن المفقودين. نتابع ريبورتاج الحسين زيغ ورفيقكم. بحارة المراكب التقليدية بسيدي إفني عثروا على الجثتين معلقتين بشباك الصيد. رحلة عادية لصيد السمك تتحول إلى انتشال جثتين لبحارين كانا على متن سفينة صيد أخرى. أبحرت أول أمس الخميس من طنطان وعلى متنها 12 بحارا، وبسواحل حاسي تاكومبا إلى الجنوب من سيدي إفني فقد أي اتصال بالمركب، إلى أن تم العثور على الجثتين يوم أمس الجمعة. جارين كما العادة، إوا وداك الشيء قدر الله، الجثة طلعت في الشبكة، هذا ما كان ماشي زعما شفناه في البحر ولا طلعنا، طلع هكاك إراديا في الشبكة، ومن حلينا الشبكة التكوسية باش يطيح الحوت طحت مع الجثة. اكتشفنا عاوتاني جثة أخرى جابتها واحد الباركو ديال السيد الساحلي آخر. تنطلبوا بيني وبينك مع الأسف هاد الحوادث هادو اللي كيطلبوا، كنطلبوا أنه يكون واحد الحيطة والحذر من طرف المهنيين، كنطلبوا واحد تشديد شوية ديال المراقبة على الحالة الميكانيكية والحالة ديال المراكب الصيد الساحلي. الضباب الكثيف وسوء الأحوال الجوية بالسواحل الأطلسية بين سيدي إفني وطنطان تصعب من مأمورية عمليات البحث، عمليات انطلقت بخافرة الإنقاذ أيت بعمران إلى جانب سفينتين للصيد الساحلي في انتظار وسائل البحث الجوية عندما ستسمح بذلك ظروف الطقس والرؤية. في المجموع كاين دابا جوج جثات اللي ترانسفيراو للمستشفى الإقليمي بسيدي إفني، وحاليا الابحاث راه مازال جاريه من طرف مركب الانقاذ ايت بعمران، بالاضافه انه غيلتحقوا بنا دابا جوج طائرات ديال الدرك الملكي البحري، بالاضافه للخافره ديال البحريه الملكيه. حسب المهنيين فغالبية المفقودين وعددهم 10 بحارة ينحدرون من منطقة ايتامر وامسوان شمال مدينة اكادير، كانوا قد غادروا ميناء طنطان بسفينة للصيد الساحلي في ظروف مناخية ملائمة ولم تصدر عنهم أي إشارة استغاثة، ما يطرح عددا من الفرضيات التي لا يمكن تحديدها إلا بعد إجراء تحقيق حول أسباب هذه المأساة. ومع انخفاض درجات الحرارة يكثر الإقبال على المدفأت بأنواعها المختلفة، منها من تستمد طاقتها من الكهرباء ومنها من تعتمد على الغاز لتوليد درجات الحرارة، إلا أن استعمالها يجب أن يكون بحذر. ريبورتاج أسامة فقير وعبد العالي عميرش. في ليالي الشتاء الباردة يكثر الإقبال على وسائل التدفئة المختلفة، ومن الإرشادات الأساس ضرورة اختيار موقع مناسب لوضع المدفأة فيه، أي عدم وضعها قرب المواد القابلة للاشتعال. كنلتجؤ لوسائل التدفئة اللي الحمد لله متوفرة في الوقت الحالي ولله الحمد، وأنا من الناس اللي طبعا ولا بدي تنقصني في هذه المرحلة ديال البرودة. خصوص مسائل ديال السلامه طبعا كنعتقد كل واحد شنو كيفضل، انا كنفضل طبعا حاجه اللي كتكون كابض حسن، لان نفضلها السلامه الوليدات
بالدرجه الاولى. كنخاف شويه بعض الاحيان من الغاز. هاد لي برودوي كاملين ايسون سيرتيفي بواحد الطريقه باش انهم يضمنوا السلامه ديال الاستعمال ديالهم، وباش اننا نيفيتيو واحد لافويت اللي كتقدر تكون ديال لو غاز ولا لا قدر الله ديال الضوء، وكيعطي واحد الجوده ديال السخونيه. ما معنى الجوده ديال السخونيه؟ الجوده ديال السخونيه هي انني نحس براسي سخون ولكن ما يضرنيش هذيك السخونيه هذيك. فئة كثيرة من الناس تعتمد على مكيفات الهواء خلال موسم الشتاء، استعمالها يجب أن يخضع لمعايير أساسها ضبط الحرارة في 24 درجة. كطرق السلامة نختار الكليماتيزور المناسب للمساحة، يعني ماشي نديروا واحد صغير في مساحة كبيرة ولا واحد كبير في مساحة صغيرة. وفي التسخين بنادم يدير درجة الحرارة في 24 ويريقل الكليماتيزور تاعو، ودو بريفيرونس ما يخرجش ويخليه خدام. وسائل التدفئة مهمة، لكن مخاطرها على الصحة تجعل الكل يتوخى الحذر في التعامل معها رغم الحاجة الماسة إليها في برد الشتاء القارس. في بلاغ لها أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن حركة السير ستعرف توقفا مؤقتا على الطريق السيار ما بين برشيد في اتجاه الدار البيضاء، ما سيؤثر في حركة السير على المقطع ما بين الدار البيضاء في اتجاه برشيد، وذلك ابتداء من اليوم على الساعة 10 ليلا وإلى حدود الساعة 6 من صباح يوم غد الأحد. وعلى مستوى النقل الجوي، مدينة العيون أضحت مركزا مهما بعدما تم ربطها بست وجهات على المستوى الوطني، إضافة إلى تعزيز الرحلات مع جزر الكناري، وهي عوامل مكنت وكالات الأسفار بالمدينة من زيادة حجم مبيعاتها من التذاكر بأزيد من 60%. ربورتاج يوسف ويشو والتعليق بصوت نادية اليوبي. بهذه الوكالة المتخصصة في الأسفار تقوم فاطمة الزهراء بحجز تذكرة الطائرة، الوسيلة التي باتت تستعملها في السفر لثمنها المناسب بعدما كانت تسافر بالحافلة، وسيلة كانت تتسبب لها في الكثير من التعب وضياع الوقت لبعد مدينة العيون عن باقي المراكز شمال المملكة. كنا نتبلاصو بزاف غير في الكار، خصوصا المسافة بعيدة، كنت كرفصو تعرف الكار الوقت فهمتي الطريق والتكرفيس، يا غير دريك من ولات هاد التسهيلات اللي عاد تعدنا في الطيارة، والثمن ديال الطائرة ولا مناسب يعني متاح للجميع تقريبا. الأثمنة مناسبة، كان اللي تخلينا ننتقلوا كثير عن طريق الطيارة ونلتجئوا لها كثير. الرفع من عدد الرحلات الجوية من 7 إلى 36 رحلة أسبوعيا مكن من ربط العيون بست وجهات على المستوى الوطني، إضافة إلى تعزيز الربط الجوي بجزر الكناري، عوامل جعلت الإقبال يكون كثيفا على التذاكر مما ساهم في انتعاش وكالة الأسفار. مؤخرا فين داروا لنا هذا الثمن اللي هو مختص تقريبا 50%، حسينا بواحد النوع يعني من الرواج، يعني تقريبا لاباس به، تقريبا نقول فوق 60%، شجعتنا باش نستثمروا في ذا النوع من الاستثمار. وضيك حاليا الحمد لله كانوا في العيون كانوا تقريبا وكالتين ديال الاصفار، ضيك حنا الحمد لله هون في مدينه العيون ولله الحمد عاد فوق 20 وكاله. يعني جميع المنعشين في القطاع السياحي بما فيهم وكاله الاصفار صبحوا حتى هما ينوعوا من المنتوج السياحي وبيع هذا المنتوج لهذه الجزر هذه، وبالتالي استقطاب واحد القدر معين من هاد الناس اللي كتتوافد على جزر الكناري. ربح الوقت وتقريب المسافات أمران أصبحا ميسرين لساكنة الجهة بفضل خدمات النقل الجوي الذي يعول عليه، إذ تلعب وكالة الأسفار فيه أدوارا مهمة في تنمية الجهة سياحيا واقتصاديا.